أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل ورث من أبيه مالا من الربا وهو الآن تحت يده، فما الواجب عليه العمل بهذا المال؟ إذا علم أنه من الربا فلا يجوز له يستعمل، تخلص منه، يضعه في مصلحة من المصالح يتخلص منه، على أنه مال ضائع، ماله حاجة، والمال الضائع يوضع في المصالح العامة. نعم.